السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في كاتري داميا. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الوصفه ديال 4 ديال الاشكال المختلفه ديال البريوات بالفرماج. كما كتشوفوا هنايا، بالنسبه لهاد فيديو غادي نقول لكم الاسرار ديال النجاح ديال هاد البريوات وكيفاش يمكن لكم تزينوهم. اذا خليكم معايا نبداو. بسم الله. بالنسبه للشكل الاول غيكون فرماج دو شيفر ولا الجبن العادي، ما فيه حتى حاجه مزيده بدون اضافه. غادي نقليه ونعسلو. بالنسبه للشكل الثاني استعملت فرماج بري والموتزاريلا محكوكه. بالنسبه للشكل الثالث خديت لي زيبينار، غسلتهم مزيان وقطرتهم، داكلهم واحد شويه ديال الزيت وواحد شويه ديال الفلفله حاره، ودرت لهم فرماج فيتا، ما درتلهمش الملحه لانهما الفرماج فيتا ديجا مالح. بالنسبه للشكل الثالث فرماج كريم، تقدروا تستعملوا لافاش كيري ولا كيري ولا جبلي. انا استعملت هنا فيلاديلفيا وزدت معاه معدنوس والثوم. اذا هادو هما 4 ديال الاشكال ديال البريوات ان شاء الله اللي غنديرو بالجبن. كنحتاجو الورقه، استعملت انا هاد الورقه هكا مربعه. غندير انواع مختلفه ديال الطيات، انتما خليكم معايا باش تشوفوا. وبالنسبه غنشدهم بالدقيق والماء اللي كنخلط. بالنسبه للشكل الاول عندي الورقه هنا مقطعه على شكل مربع، كناخذ شويه ديال الفرماج كنديروه الوسط، نحاولوا نطاليوه شويه من جوج جهات. هنايا واحد القضيه مهمه بالنسبه لهادو، لاحظوا في الطويه ما نخلي له شويه ديال السباس لان الفرماج كيسيح. ندير شويه ديال هذا. صافي كنطويو على شكل سيجار. هانت معكم ديروا شويه ديال الفرماج الوسط، نخليو شويه ديال الاسباس من جوج جهات. غادي نشد دابا شويه باش تعاوني الورقه. هذا هو الشكل ديال لي سيدا. بالنسبه لهذا الشكل الاول اللي بالفرماج والثومه معدنوس، انا التزيين غادي نغسله راسو في شويه ديال داك الخليط، وغندير له شويه ديال لي غرين ديال البافو للتزيين كما كتشوفوا هكا. بالنسبه لهذا غادي نطيبو في الفران. حتى كنستمر على هذه العمليه حتى كنوجدو القياس اللي بغينا. بالنسبه للشكل الثاني ديال السيجار غيكون بفرماج بري وموتزاريلا.
هتبقى بنفس الطريقة. كنخليو عاوتاني شوية ديال البلاصة من هنا ومن هنا، نشدهم بالدقيق والماء. هاد بصراحة هاد النوع هذا ما كيحتاج حتى توجد، لان ديجا كل شيء واجد. تقطعوهم هكا وديروهم، كيكون تغيير في البريوات اللي كنعرفو دائما. صافي، نستمر في هذه العملية حتى نطوي القياس اللي حاجتي به. بالنسبة للشكل الثالث، هو اللي بلي زيبينار وفروماج فيتا وواحد شوية ديال الحار باش يعطي شوية ديال لا كولور. بيان سور اللي ما بغاش يديرو ما يديروش، واللي بغا يدير الهريسة يقدر يديرها. هادو غادي نطويهم على شكل مثلث. وغادية ندير لهم شوية ديال الدقيق هنا باش نجمعهم. فقط للتذكير أن لي زيبينار ما طيبتهمش، بقاو خضر. وما درتش الملحه لان فرماج فيتا هذا عندي مالح، ما درتش الملحه. بالنسبة للشكل الأخير غيكون بفرماج دو شيفر ولا جبن إلى عندكم غير عادي، ما كنديروا عليه حتى شي إضافة، لأن قلنا غادي نقليوه ونعسلوه غيجي على طيب الحلاوة. كنحاولوا نشدو مزيان باش ما يطبقناش في النقلة. نشد مزيان من الجناب كما حتى، وكنحاول انني ما تبقاش داك الفراغ اللي عارف كيكون، كيجي من هنا ومن هنا ومن هنا باش نقاد يمكلي نحيد السعيد هكا. صافي، بنفس الطريقة كدير كنشد بنفس الخليط ندخل لداخل. هذا هو الشكل ديالو. إذن نعاود معكم واحد شوية،
كما قلنا دائما الفرماج كيسيح، غادي نحاول نشد مزيان من الجناب هكا، شتيو باش ما نخليلوش منين يخرج في المقله. دخل داخل هكا صافي. دابا نستمر بهذه العمليه ان شاء الله حتى نكملهم وندوز معكم باش نوريكم الاخرين كيفاش ندهنهم ونطيبهم في الفران. وبالنسبه لهادو نقليهم في العسل. هادو هما الشكيلات، ها هما شديناهم. دابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نطيبهم. هادو فيهم الجبن ديال الماعز ولا فرماج دو شيفر، غادي نقليوهم في المقله. وهادو غادي نرشهم بشويه د الزيت وغنديرهم في الطبسيل وندخلهم للفران. خليكم معايا تشوفوا الطريقه. كنديروا الزيت سخن وغندوزو ان شاء الله باش نقليو هاد البريوات. غادي نوجد العسل اللي غيتدفاو فيها على ما تسخن الزيت. اذا الزيت سخنات، خليهم يتحمروا من على خاطرهم من جهه، من بعد نقلبهم مباشره ان شاء الله. غنديرهم في العسل، ها هي واجده عندي هنا بارده كتكون. دوك يتحمروا ما حتى وما كيخرجش الجبن. علاش؟ لانني حاولت ما امكن انني نشدهم من الجناب مزيان. صافي نستمر على هذه الطريقه بغيت نوريكم الشكل ديالهم كيف نديرهم في العسل. هذه مع العسل غيتبدل اللون. كنطفيهم في العسل هكا. هذا هو الشكل ديالهم اللي كنديرهم في العسل. خليهم يشربوا العسل وغنغسلهم واحد الرويس في الزنجلان مزيان. ونتلاقاو ان شاء الله ملي نخرج الاخرين من الفران ونوريكم طريقه التقديم. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. هادو بريوات بفرماج دو شيفر، قليناهم درنا لهم شويه العسل وغسلت لهم راسهم شويه في الزنجلان. هادو البريوات بالفرماج خلطنا معاه المعدنوس والثومه وغسلت لهم راسهم في لي غرين دو بافو. هادو البريوات بلي زيبينار، دونك اللي بغى يقليهم يقليهم واللي بغى يدخلهم الفران يدخلهم الفران. هادو البريوات درتهم ب
فروماج بري و شيدر محكوك. بالنسبه للتزيين هنا شاتلي داك الفروماج وكل نوع درت فيه ان رابيل، بحال دابا هادو بالزنجلان هما ديال فروماج دو شيفر، بالنسبه لهادو بالفروماج شيدار معاهم فروماج بري، وبالنسبه لهادو اللي فيهم البافو هو الفروماج بالثومه و والمعدنوس فروماج كريم. نتمنى ان شاء الله هاد الطبق يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوا هاد الافكار هكا وهاد البريزونطاسيون. إذا كنتو غير مع راسكم تفرحوا براسكم علاش لا، ولا إذا كانت عندكم إن ريسبسيون، ولا دابا شهر رمضان إن شاء الله هو على الأبواب، يعني أفكار باش نقارنوا لي سوب. ونتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم، ونتلاقاو في وصفة قادمة فيديو قادم مع لي غاتري دو لاميا.